والله يا أستاذ ناهي، رغبة الأخبار الغير جيدة اللي تأتينا من داخل الوطن ووضع الشباب واتجاه بعضهم إلى ممارسة بعض العادات الغير كريمة أو غير محبذة، زي تناول المخدرات والأشياء الغير مستحبة دي. أنا بفتكر أن السبب بتاعه الرئيسي هو البطالة، الفراق. الشباب ده في العمر دي محتاج انه لابد ان يكون عنده برامج، لابد ان يكون عنده منتديات، لابد ان يكون في مسارح، لابد ان تكون في سينمات، لابد ان تكون في يعني دور للعرض الافلام الوثائقيه، المنتديات الثقافيه، رياضة، الشباب اشياء كثيره. نعم، الشباب يفتخر لهذه الاشياء، يفتخر افتخار حقيقي يعني. فعشان كده هذا الجاب وهذا الفراغ بيخلي الشاب او الشخص يعني يتجه للاتجاهات دي. يعني الاخبار اللي قاعده تاتي من السودان يعني من ناس كثار، انا قاعد اسالهم من وضع الشباب وكده، يعني التقرير مش مظبوط، لكن قله منهم، ما كلهم. وشيء مؤسف انه يعني المسائل اللي قالوا انتقلت للجامعات، ودي الخطوره هنا يعني، لانه الناس اللي في الجامعات ديل مستقبل السودان الحقيقي، هم قاعدين في الجامعات بمختلف التخصصات بتاعتهم، يجب انه نحافظ عليهم. عشان كده نحن كناس اكبر منهم موجودين معاهم في الفيسبوك، وموجودين في الجروبات بتاعت الواتس، وقاعدين في كثير من الانستغرام والمسائل هذه. انا غايته يعني على المستوى الشخصي، انا دائما داعم للشباب، ودائما يعني بدي نصايح، ودائما متواجد،